في سموم موجودة في السمكة. السمكة لما يجي ياكلها اللي هي الفسيخ لما يجي ياكله هتبتدي السموم دي تهاجم الجهاز العصبي. طيب ايه اللي هيحصل؟ اهم حاجة عندنا الاعراض، اول عرض هيحس بيه ان هيحس بزغللة في العينين، وهيحس ان الصورة مش شايفها كويس، وبعدين توصل ان الصورة يبقى شايف اللي قدامه اتنين، يبقى في ازدواجية في الصورة اللي هو شايفها في عينه، يبقى اي زغللة يصحبها بعد كده ازدواجية في الرؤية، شايف اللي واقف قدامه اتنين لازقين في بعض، وبعدين جفاف في الحلق، ابتدى يبقى بقه ناشف، حس ان انا في جفاف، في نشفان في ريقه. بالترتيب زي ما بقول لك كده. وبعدين انا بس عايزه اقول حاجه، ان اللي حضرتك بتقوله هي زغلله بمعنى كلمه زغلله، مش ان حد اكل فتقل وبقى دلوقتي مش مركز، لا هي زغلله وحضرتك بتقول يشوف الشخص اتنين. لا زغلله وجفاف في الحلق، مش انه عطشان. لا ما هو لازم يبقى عطشان عشان ملح. ده دي حاجه تانية. لا. الجفاف ان هو يبقى حاسس اكتر من ان هو يبقى عطشان. هي بالترتيب زي ما بقول لك، الزغلله وبعدين الرؤيه تبقى مضاعفه دبل، وبعد كده يبتدي يبقى فيه جفاف في الحلق. ما هو مش ممكن هيحصل له الجفاف في الحلق لان بيبقى عطشان وبعدين مش هيبقى معاه زغلله، فده بقى عادي نتيجه الملح. وبعدين هتلاقي ابتدى يبقى فيه شرقه. الشرقه دي سببها ان لسان المزمار الى حد ما ابتدى يتاثر عصبيا، فابتدى داخل على شلل فيه، فما بقاش قادر يسد المريء، يسد القصبه الهوائيه. هو بيشرب، هو بيشرب الميه بتخش على المعده من خلال المريء، اللي بيسد القصبه الهوائيه عشان ما تخشش فيها هو لسان المزمار. ده بيبقى متلخبط في عمله، فبتخش شويه ميه على القصبه الهوائيه يبتدي يكح، دي اللي بنسميها بيشرق. التأثير على الجهاز العصبي لو فكرتي فيه هيبتدي من فوق وينزل لغايه ما يوصل للسره، بس ما بيلحقش يوصل للسره لان بيكون حصلت الوفاه قبل ما يوصل للسره. لان بيشل بعد كده عضلات التنفس، فيبقى غير قادر على اخذ النفس، ما يقدرش يتنفس، وفي الحاله دي بنحطه على جهاز التنفس الصناعي. الترتيب ده بالظبط اللي بيحصل. هو بيتلحق لو اتلحق في اي مرحله؟ بصي، كل ما يجي لنا بدري كل ما بتبقى فرصه انقاذه هايله، لكن اذا اتاخر وجاي لنا وهو تقريبا مش عارف ياخد نفسه، بيبقى فرصه التغلب على السميه اللي حصلت وشلت الجهاز العصبي بتبقى اصعب بكتير. وبتحط على جهاز تنفس صناعي ساعتها، لكن لو جالنا بدري ممكن نلحقه. الحاجه الثانيه المهمه جدا ان العلاج بتاعه مكلف قوي. 60,000؟ يعني هو بيبقى فيه حقنه كده بنديها لهم بطريقه معينه، الحقنه دي تمنها 28,000 جنيه تقريبا. ممكن يوصل لثلاثة وأربعة. عشان كده بيتقال 60,000 علاج الحالة دي. مش شرط، هو متوسط يعني على حسب الحالة وعلى حسب رؤية الطبيب المعالج. بس اللي يهمنا في الموضوع إنك تروح بدري، ما تروحش متأخر. الوقت هنا حيوي بطريقة لا تتخيليها. في ناس بتقول لك لا استنى مش مشكلة شوية زغللة وهتروح. لا، طالما ابتدى يحصل زغلله، ابتدى يحصل ان العين بقت بتشوف مرتين الحاجه دبل يعني، ابتدى في نشفان في الريق، ابتدى يبقى في شرقه، بتحصل بعد الاكل بقد ايه الاعراض دي؟ الحاجات دي بتاخد حوالي ساعه. ده معناها ان محدش ياكل ويروح ينام. انا ما فكرتش فيها بالطريقه دي. لا، لكن ما هو برضو حد اكل وراح نام وحصلت له الاعراض دي وهو نايم، ولا هو قادر يستغيث ولا حد داري بيه؟ هيحس لانه مش هيقدر ياخد نفسه وممكن ما حدش يقدر بيه. وبعدين خلي بالك ان لما بيجي انت وانت نايمه بتبلعي ريقك، هيشرق لان مش عارف يبلع ريقه. بس ممكن ما حدش يقدر بيه؟ ممكن، وارد، كل حاجه وارده. وفي نفس الوقت وانا عارفه ان اللي بقوله ممكن البعض يعتبره بشكل كوميدي، معناها بلاش البيت كله يبقى شارك في نفس الاكله في نفس التوقيت. انا احكي لك بقى حكايه يعني عن الموضوع دوت. قبل ما امسك القصر العيني الفرنسي، ومدير القصر العيني الفرنسي كنت ماسك المركز القومي للسموم. جالي اربع افراد من عيله واحده واكلين نفس الوجبه، ثلاثه منهم توفوا ما لحقناهمش وواحد بس هو اللي عاش. ومين اللي وداهم اصلا؟ مين اللي لحقهم؟
ما دام البيت كله واكل. هم كتار. كان في اكتر من 4 افراد في البيت. اكتر. فاللي حصل ان في 3 جم متاخرين قوي، واللي كل اخر واحد اللي هو جاي متاخر على الوجبه كل ده اللي اتاخد معاهم سك ده اللي تم انقاذه. فشوفي فعلا الحته دي مهمه. وبعدين لو حد كل من السمكه ديت وعدى عليه 6 ساعات ولا بتاع، يبقى ده سمكه كويسه. كل واحد ياكل ويشغل المنبه بعد لا كده. هو بصي اقول لك حاجه، ده العلاج. الوقايه بقى اخطر او اهم، انك انت ما تدخلنيش في المتاهات دي، وده اللي انا كنت اتمنى انه يحصل من شهر فات.